مارسي نوت، شنا كيفاش كانت المباراة الدوري الفرنسي الدرجة الأولى الجولة 26، ومباراة كانت شيقة، مباراة اللي شاهدنا فيها أهداف، شاهدنا أهداف في الشوط الآن الشوط الأول، أهداف في الشوط الثاني. شنا كيفاش وين نقولوا باللي نوت اللي كان سباق عن طريق أنطوني في الدقيقة 34 وين سجل هدف، شنا كيفاش التعادل في الدقيقة ساسونو في الدقيقة 39 لمارسي وين سجل هدف التعادل، شنا جوردان في الدقيقة 43 وين ضيع هدف محقق لمارسي. يعني شنا كيفاش بيناب اللي أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 53، شنا أندريا المدرب تاع مارسي اللي دخل بخطة 4-3-3، شنا كريستيان غوركيف اللي دخل بخطة 4-2-3-1. يعني نقولوا بلي شنا كيفاش مارسي ألفارو، شنا دويا، شنا جوردان، شنا ديميتري، شنا ابو بكر كامارا، شنا ساسونو، شنا جيرمان، يعني نقولوا كيفاش كيفن ما اكي اللي دخلوا في الشوط الثاني وين المدرب اللي عمل تغييرات. يعني نقولوا بلي شنا اندريا من جانب نوت، شنا البان الحارس الذي انقذ المرمى تاعو، شنا المهدي عبيد، شنا كيفاش موسوس، شنا كيفاش عبد الله تراوري. يعني نقولوا بلي اليوم نوت اللي لعب طريقه ذكيه، طريقه وين عرف كيفاش يسجل الهدف الاول، عرف كيفاش يسجل الهدف الثاني، وين نقولوا بلي شنا كيفاش مارسي وين دخلت وحلت اللعب من اجل التسجيل، اجل تعديل النتيجة، تسجيل أهداف والفوز في الأخير. لكن شنا كيفاش نوت وين استغل خروج المدافعين خط وسط الميدان في تاع مارسي، شنا كيفاش مارسي اليوم وين 58% نسبة الاستحواذ، 42% بالنسبة للنوت، 220 تمريرة نوت، 456 تمريرة. لكن نقولوا باللي اليوم مباراة اللي كانت في صالح نوت، في صالح نوت، لان شنا نوت كيفاش شاليس اللي ضيع في الدقيقة 61، اندريا جيروتي الذي ضيع في الدقيقة 75. يعني كانت المباراة مباراة كان فيها تضييع فرص، كان فيها الاهداف. هذه هي الجولة 26 الدوري الفرنسي الدرجة الاولى، مارسي نوت.